ان المؤمن حتى ان ظلم احد من الكفر اهل النار ربنا هيعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت ان محدثا حدث عن رسول الله بحديث احببت ان لا اموت او يموت هو حتى اسمعه منه، فسالت عنه فقيل انه ذهب الى الشام، قال: فاشتريت ناقه ورحلتها وسرت شهرا الى ان اصل الى الشام، فلما ذهبت سالت عنه فقيل له انه عبد الله بن انيس. فلما ذهبت قال له خادمه: ان جابر بن عبد الله بالباب. قال جابر: فخرج ابن انيس وقد وطئ ثيابه من شده الله، يعني تكعبل زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعه يوم يتكعبل في ثيابه. قال ابن عبد الله واعتنق. فقال: حدثت انك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي يوم القيامه. قال: ان الله ينادي يوم القيامه: يا ملائكتي انا الملك، انا الديان، لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق. انا الملك، انا الديان، لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه. تخيل الكافر اللي واحد من اهل النار خلاص، ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وله عند احد من اهل النار حق حتى اقصه منه حتى اللطمه.